القائمة النهائية للنجوم المرشحين لجوائز جوي أوردز 2023. أيام قليلة بتفصلنا عن الدورة الثالثة من أضخم حفل في الشرق الأوسط وهو جوي أوردز، واللي هيكون يوم السبت 21 يناير على مسرح بكر الشدي في الرياض. وطبعا إي تي بالعربي هيكون موجود كمان في الدورة دي عشان ينقل لكم الأجواء ونقابل كل النجوم اللي هيحضروا الحفل. بس النهاردة إي تي بالعربي هيستعرض لكم كل النجوم والأعمال اللي وصلوا للمرحلة النهائية، واللي هنشوف ما بينهم منافسة كبيرة للفوز بالجائزة. البداية مع جائزة الممثلة المفضلة في فئة المسلسلات، واللي ضمت إلهام علي عن مسلسل تندس، نادين نسيبن جيم عن الجزء الثاني من صالون زهرة، هند صبري عن مسلسل البحث عن علا، وهدى حسين عن دورها في مسلسل من شارع الهرم إلى. ما عندك شيء تقوله تكمل مع أخوانك؟ أما جائزة الممثل المفضل في فئة المسلسلات فهينافس فيها إبراهيم الحجاج عن دوره في مسلسل منه ولدنا، أحمد مكي عن دوره في الجزء السادس من الكبير قوي، وقصي خولي عن الموسم الثاني من الوسم، وباسل خياط عن دوره في مسلسل منعطف خاطر. أنا ما بحبش أكرر سؤالي أكتر من مرة. ومنعطف خاطر كمان مرشح لجائزة المسلسل المفضل، واللي هينافس فيها كمان الجزء الثاني من صالون زهرة من شارع الهرم إلى ومنه ولدنا. شفيك زعلان؟ ابتسم. وهيكون في جائزة الوجه الجديد المفضل في المسلسلات، وهينافس فيها مديحة أحمد عن دورها في بنات الثانوي، وهيلدا ياسين عن دورها في نفس المسلسل، رحمة أحمد فرج عن الجزء السادس من الكبير قوي، ونور النبوي عن دوره في راجعين يا هوا. وهنشهد كمان منافسة في فئة الموسيقى، فالمرشحين لجائزة الفنان المفضل هم راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، عمرو دياب، وماجد المهندس. بينما جائزة الفنان المفضلة عن نفس الفئة هتضم إليسا، أنغام، نانسي عجرم، وأصالة. شكرا اللي مشرفنا. وأغنية شكرا هي واحدة من الأغاني الأربعة اللي بيتنافسوا على جائزة الأغنية المفضلة، وهم بخت الويجز، صحصح لنانسي عجرم ومارشميلو، وديو من أول دقيقة لإليسا وسعد المجرد. وعلى جائزة الوجه الجديد المفضل في الموسيقى هينافس جوري قطان، سلاوي، عزيز مامي، ماتعب الشعلان. ومش هتكون فئة السينما في جوي أوردز أقل حماس ومنافسة، فهنشوف تايم حسن بيتنافس مع أحمد حلمي، أحمد عز، وكريم عبد العزيز على جائزة الممثل المفضل في السينما. وشهود عليه غضب الله. أما جائزة الممثلة المفضلة في السينما فبتتنافس عليها أسماء أبو اليزيد، منى زكي، منى شلبي، وهند صبري، واللي هي الوحيدة المرشحة عن فئتين من الجوائز. كل جداية جعل بيتعرضي. وطبعا فيلم الجيرة والجن بيتنافس مع أفلام الهيبة، من أجل زيكو، وواحد تاني على جائزة الفيلم المفضل. هو إيه اللي ممشيش بشكل صحيح؟ لبوسها وبتتحط يا جماعة بقى. وهيكون في جوائز للرياضيين، وهي جائزة الرياضي المفضل، وهيتنافس عليها سالم الدوسري، محمد العويس، يزيد الرجحي، وأشرف حكيم. أما في جائزة الرياضية المفضلة هتتنافس بسنت حميدة، أنس جابر، مريم صالح بن لادن، ويارا الحقباني. وهنشوف كمان جوائز لعدد من المؤثرين، وهم أحمد الزامل، أحمد الشقيري، أحمد غندور المعروف بالدحيح، سعد الفوزان، واللي هيتنافسوا على جائزة المؤثر المفضل. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. أما جائزة المؤثرة المفضلة فهتضم الدكتورة أفنان الغامدي، سلامة محمد، عبير الصغير، ومها جعفر.